Chupeta Nube. They have been outstanding defensively. And Watson Nube, bear in mind, plays as a winger for much of his game time. This is a man who has a Premier League hat-trick to his name. Tries his luck from range! And what looked like a hopeful shot turned out to be quite brilliant. And bringing out a top draw save from Sumaila Diakite. Long way out and a dipping ball as well. And out to the corner. Diakite, wonderful height from Mali's number one. Zimbabwe defenders have so far kept the clean sheet quite remarkably. It's the strikers that have been completely toothless in this tournament so far. Down is Peter Moyo, they call him Rio. Just like third man, that's why. There's a full contact on his neck, it's on the other side of those studs. Just rushing across the right shin. Peter Moyo. The Highlanders players in this squad. His footing. Oh, going into the challenge, great control. Sending it back to Pudic. Moyo. Control it, but he's fouled as Moyo, so to Zimbabwe just inside their own half. Smarty charging over the top. Moyo. Almost from Nube and the sun at the other danger area. To now Mali in with a good time on the ball. Keys to Zimbabwe's success in keeping the opposition at bay. 10 minutes Mali by a goal. Cornet. Towards the circle on the far side. Mali missing with a very late golden opportunity to find themselves in Zimbabwe heading into the break. Turn it away, here's Moyo. Girls. 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 Yoko. Try to look at a situation like that. The opposition.
ستجري فيه مياه. منتخب جديد قوي شاب، منتخب اسمه فرسان المتوسطة. اضغط عليه لمار الزيمبابوي، حاول التمرير دونك على مميه من شيبيتا، متابعة من علي السلامة، نشنوش نشنوش يا نشنوش، تدخل وارتباك في صفوف الفرسان على محاولة للزيمبابوي. ورا مصلحة منتخب الزيمبابوي، مويو تدخل من سالم الزيمبابوي، حاول الضغط من جانب الغنودي، بس الكرة في وسط الميدان عند بيتر مويا. بيتر مويا بيتر مويا أمامي في التشتيت، تشتيت كرة الآن، انطلق يا ماتس ولكن أقرب بيتر مويا من جديد. من دون أي فلسفة، اتباع مبدأ السلامة مطلوبة. كرة ومحاولة خطيرة لمصلحة السلامة، ممنوع يا عبد الرحمن الأعمامي، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الدخول أشواء اللقاء في الشوط الثاني. بعد محاولة منتخب الزيمبابوي، مفاجأة ليبيا بهدفها، بس الكرة ترتد من دفاع الزيمبابوي. معتز الزيمبابوي، سفيريكوي سفيريكوي، بيتر مويو مع علي السلام جانبي أمامنا. بيتر مويو كان في حيوان شيكوفا، لمسة من مويو، تدخل وحكم اللقاء والمصراتي، برافو المصراتي مرر، لكن كرة تعود من جديد، ما هادش تعود، كرة من الدفاع الليبي، كل الكرة تعود على المنطقة الليبية. انفيدها كرة تنفد، حاول خطير مصلحة منتخب زيمبابوي، يلعب لقطة شيبيتا لينكوبي، مويو يضغط عليه مصراتي، اضغط يا مصراتي. اللاعب متوقف في هذه اللحظات، مباراة في الشوط الثاني صعبة وصعبة وصعبة أمام الجمهور الحاضر من جماهير زيمبابوي اللي تحاول أن تساعد الفريق. الوان تو الآن يندفع الأمامي، هنا عند بيتر مويو، بيتر مويو تلعب داخل المنطقة، التربي يخطي والتسديد، يخطي التربي في ابعاد الكرة لحسن الحظ، بيتر مويو لم يستغل الكرة، خطة ممنوعة، المفروض يعني الحرص يكون أكثر في الأشواط الإضافية. ممتاز مصراتي، وضع قدم مصراتي وبيتر مويو، صديقي مرر لك عبد الرحمن، ابعد كرة، كرة تعود من جديد الآن عند صديقي. تظل الكرة المحاولة مصلحة منتخب الزيمبابوي، منتخب الزيمبابوي كتف الهجمات الدراسية، تنتهي بسلام من اللاعبين، عدم التهاون في آخر لحظات اللقاء. شفنا في كرة الأعمامي الأخيرة ذكرتني بركلة جزاء الكابون، كرة بعدها مباشرة من غير ترويض من غير فلسفة. الزيمبابوي في الهجوم في انتظار عودة الشبلي، وكرة الآن لمصلحة بيتر مويو، بيتر مويو فيها لصالح منتخب الزيمبابوي، يلعب في آخر 6 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني. شتيبة شتيبة يرسل كرة عود من مويا. الشوط الثاني اللقاء ليبيا زيمبابوي، الشوط الأول اكتمل بالتعادل.